كوباية صويا مجروشة، فول الصويا المجروش برضو، فول الصويا بنقعه ربع ساعة وبعد كده بعصره كويس. هستعمل معلقة كبيرة نشا ومعلقة كبيرة دقيق، بصلة، معلقة بهارات مشكلة وملح وفلفل. دي مقادير القشرة بتاعت الكوبيبة. هعيد الكوبيبة تاني، القشرة الخارجية بتاعتها، نص كوباية، نص كيلو برغل، مش كوباية برغل، نص كيلو برغل، ربع كوباية صويا مجروشة، معلقة نشا، معلقة دقيق، بصلاية، معلقة بهارات مشكلة، ملح وفلفل، يبقى نص كيلو برغل اللي هو كيس البرغل النص كيلو. الحشوة بتاعتي كوبايتين صويا معصجة. احنا قبل كده عصجنا فول الصويا كذا مرة. الصويا المعصجة دي بعصجها زي اللحمة المفرومة. بعمل ايه؟ برضو بنقعها في مية ربع ساعة وعصرها وعصجها بالظبط زي ما بعصج اللحمة المفرومة بالبهارات. هزود لها معلقة كبيرة سماق ومعلقة بهارات مشكلة وتلات معالق دبس رمان. يبقى الحشوة بتاعتي كوبايتين صويا مجروشة، مش حبوب ومش مطحونة، مجروش معصجة، وعليهم معلقة كبيرة سماق، معلقة كبيرة بهارات مشكلة، ثلاث معالق كبيرة دبس رمان.